خديجة، هي دي مش شقة حسن؟ اه هي. انت بتعملي ايه هنا بقى ان شاء الله؟ قاعدة في شقة جوزي. مين يا حبيبتي؟ مفيش يا حبيبي، ده حد غلطان في الشقة. عرفت العنوان ازاي؟ ما هي كان لازم تعرف. ولا انت كنت ناوي تفضل مخبي زي ما تكون عامل تهمه ولا جريمه؟ اكيد لا، بس انا كان عندي طريقه تانية اوصلها بيها الخبر. خايف على مشاعرها قوي؟ والله يا بختها، امال اخوها ليه ما عندوش دم ولا مشاعر؟ مي، انت ناسي ان انا جوزك ولا ايه؟ لا مش ناسي. خلاص ما تجيبي سيرته تاني. ويا ريت انت كمان ما تبقاش حنين قوي كده على هنا. يا قلبك يا شيخ، كل ده يطلع منك يا حسن، كل الخيانة دي والأدلة دي. طب أنا ما صعبتش عليك، عايشة ما صعبتش عليك، خسارة فيك مشاعري وخوفي على إحساسي، خسارة فيك كل ضحكة وكل دمعة، خسارة فيك كل ليلة صرت استناك وخاف عليك من الهوى الطار. انت تعرف ربنا، انت ربنا ما قالش اجرح واخون. ايه يا مدام؟ مش حاسبي؟ متجوز مي، كنت عارف يا يوسف؟ والله العظيم ابدا، اخر حاجه ممكن تيجي على بالي. هو انا لو كنت عارف كنت اديتك عنوان وحطيتك في الموقف ده يا خديجه؟ معقول؟ معقول الحقد يوصل للدرجه دي؟ طب هو بيحقد عليا من زمان، مفهوم، وهي بتنتقم مني. انت ذنبك ايه؟ يمكن ذنب قديم وربنا بيحاسبني عليه دلوقتي. ما تقوليش كده يا خديجة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المستغرب له الراجل اسمه سليمان ده، ازاي يجوز بنته الوحيدة لواحد زي حسن، متجوز ومخلف، ده حتى ما نزلش اعلان في جورنال ولا عمل فرح. بس أكيد هي اللي أثرت عليه، أنا عارف إن هي بتأثر عليه. هو ولا هي يفرقوا معايا، لكن الراجل اللي حبيته وقفت جنبه وكنت فرحانة بيه زي العيلة الصغيرة لما اشتغل في القناة، هو اللي سابني وبعني ورماني زي ما كوماندي الورق. متقوليش على نفسك كده يا خديجة، أنا مقدر شعورك والجرح اللي جواكي، بس أنت بجد حد كويس قوي، أنت أحسن مننا كلنا، اللي زيك بجد قليلين في الدنيا. فعلا أنا عبط بقوا قليلين قوي. لا يا حبيبتي مش عبيطة، أنت طيبة
الطيبون للطيبات. طيبين يا يوسف. مش عارف لك ربنا مرتب لك ايه وانت مؤمنه، والمؤمن مصاب يا خديجه. ناوي على ايه؟ طلاقه طبعا. طب ممكن تاخدي وقتك بس كده تهدي عشان تعرفي تفكري كويس. هات يا يوسف بس مجروحة. عشان كده عايزك تقومي تستخيري وبعد كده حلي ألف حلال. لا يا حبيبتي خالص. لا بتعيطي وشايفه دموعك قبل ما تمسحيها، بتعيطي ليه؟ لا انا بس تأثرت بالقرآن اللي بقراه. يا سلام، ولا عشان بابا سايب البيت؟ روحي يا شذكري. خلصت الهوم ورك. طب روحي العبي. عشان عايزه اقعد معاكي شويه. معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اظن بقى ما تأخرتش الليله دي. والله تأخرتي. كل واحد حر. مالك يا خديجة؟ طب روحي انتي عايشة اوضتك عشان عايزة اتكلم مع ماما شوية. في ايه؟ عملتي ايه مع حسن؟ ازاي تسكت على حاجه زي دي يا يوسف؟ ونعمل له ايه يعني؟ الراجل اتجوز، لا عمل حاجه ضد الدين ولا الشرع. وهي مش المفروض تعرف قبل الجواز زي ما قانون الاسره بيقول؟ الكلام ده كان زمان، كله اتلغى دلوقتي. وكمان هيفرق ايه يعني عرفت في الاول ولا في الاخر؟ نتيجه واحده. يبقى طلعها منه يا يوسف. ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ يعني هو يروح يتجوز ويعيش حياته وهي تفضل تربي له بنته؟ انت مش هتبطلي بقى الثوره اللي عمال على بطال فيكي دي؟ وكمان دي مش بنته لوحده، دي بنتنا كلنا. انا اقصد ان لازم يتحمل مسؤوليته ناحيه بنته، وما اقصدش طبعا ماديا، انما اقصد كأب. برضه الامور ما بتتاخدش كده. وافرضي ما رضاش يطلقها، هنخش بقى في سكه محاكم تقعد لها سنتين وثلاثه. وحسن ماديا دلوقتي مش محتاج، بيقبض فلوس كتير قوي، وتقريبا القناه بقت بتاعته. حسن مش راجل اهبل، هو فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. ومي بالنسبه له كنز، ولا كنز علي بابا. وهو بقى بالنسبه لها ايه؟ ممكن تقعد في مكانك وتسيبني انا احضر العشاء؟ حبيبتي انت مش متعوده على كده. اتعود عشانك، وبعدين انا خلصت خلاص. طب انت عايز ايه رايك في الاكل؟ حلو. حلو بس؟ لا طبعا مفيش احلى من كده. بس زي ما انت عارفه يعني يا حبيبتي انا مش متعود على الاكل الخفيف ده. اتعود يا حسن، عشان الناس الطبيعيه بتاكل كده. ويا ريت بقى تنسى المحشي والممبار والحاجات دي بليز. خلاص لما اتعود هباكل. انت رايح فين؟ نفسي تسدد. هو الاكل يسد النفس؟ لا كلامك هو اللي يسد النفس. انت ليه مش عايز تتغير؟ ليه مش عايز تحس انك نقلت نقله تانيه؟ ولا زيارة الهانم هتقلبك عليا؟ مي والله العظيم انا ما ناقص، عشان خاطري انا مش ناقص، كل يوم خناق ليل نهار، انا كده ولا هعرف اعيش ولا انجح. حسن انت ندمان ان انت اتجوزتني؟ لا طبعا بالعكس، ده انا حاسس ان احنا مع بعض ممكن نكسر الدنيا. بس الصراحه انت بقيتي عصبيه زياده عن اللزوم. انت عندك حق فعلا، انا بقيت متوتره قوي اليومين دول. السبب اني خايفه افشل، خايفه ترجع تاني تحن لبيتك ومراتك. انا طبعا عيشه ما اقدرش امنعك عنها. ما تزعلش مني، انا اسفه. السلام عليكم. ايه يا واد؟ هتعمل عليا مهمه انا كمان ولا ايه؟
عارف يا حبيبي عارف، انا اداعبك فقط. لا يعني موضوع كده في مصلحة. لا في ناس مهمين قوي انا عايزك تقابلهم وتقعد معاهم. طيب خلاص يا حبيبي، انا هرتب الميعاد وابقى اكلمك. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي. انا مش قادرة اصدق اللي انت بتحكيه ده. لا صدقي، ما هي كل حاجة بقت بتتصدق دلوقتي. اللي كان غريب وعجيب بقى طبيعي وعادي، حتى الموت. احنا كل يوم بنفتح الجرايد نقرا نشوف شباب ميتة بسبب اهمال وفساد، ونقفل الجورنال تاني وكأنه كنا بنتفرج على خبر لماتش كورة. طب وهي عاملة ايه دلوقتي؟ مصدومة وقاعدة لوحدها طول الوقت. لا لازم تطلب الطلاق. ما هي طلبته فعلا، قلت لها تاخد وقتها بس عشان تفكر. تفكر في ايه؟ ده موضوع مش محتاج تفكير. محدش هيتحمل نتيجة القرار ده غيرها. سهل عليا قوي ان انا اجي اقول له تعالى طلقها فيطلقها وارجع شغلي وخلاص. انما هي اللي هتتحول من زوجة لمطلقة. يوسف ارجوك ما تغيظنيش. ما هي نظرة المجتمع المتخلفة دي لكلمة مطلقة بجد تغيظ. اشمعنى يعني الراجل لما بيطلق بيبصوا للموضوع على انه عادي، ويجوا اصحابه كمان ويباركوا له، وانت هي بقيت حر تاني والجو البايخ ده. في ايه؟ اشمعنى الست بتبقى كانها شايله عار فوق دماغها؟ عشان طول الوقت من ساعه البنت ما بتتولد وهما بيحسسوها ان هي جايه الدنيا دي بس عشان تتجوز. حتى اللعب يجيبوا لها عروسه تزوقها وتحط لها روج، اسم اللعبه عروسه. ده غير الكلام، امتى هنفرح بيكي؟ هو النصيب لسه ما جاش. حطي بقى المسلسلات على جنب. يجيبوا واحد متجوز اربعه وعمال يذل فيهم الاربعه، والاربعه راضين والمسلسل بينجح. احنا بنتي اللي بنعمل كده في نفسنا، دي ثقافه مجتمع. عرفتي ليه بقى بيبصوا للمطلقه على انها ميته؟ انا بحبك قوي يا ست انت، ربنا يخليكي ليا. خليكي ليا يا حبيبتي. عارفه يا نسمه؟ خديجه صعبانه عليا قوي. ليه يا ماما؟ لما باباكي مات خوفي عليكي كان اكبر من اي حزن تاني. انا متاكده ان ده احساس خديجه دلوقتي مع بنتها. اسمعي مني انا يا خديجه، انت ممكن تعرفي وتعيطي وكرامتك ممكن تنقح عليكي وتطلبي الطلاق وحسن يطلقك. كل ده من حقك، محدش يقدر يلوم عليكي. لكن افرضي بقى ان جوزك حس بغلطته وانه كان غبي، سوري يعني في اللفظ، ورجع لك تاني يطلب منك السماح، هترجعي له ولا لا؟ مش عارف. عايزاني اعمل ايه يا دكتور؟ احط لساني جوه بقي واخرس كاني مفيش حاجه حصلت؟ لا طبعا يا حبيبتي، انا ما بقولش كده. لكن لو مثلا يعني هتعيشي حياتك من اول وجديد مع راجل تاني، ساعتها يبقى لازم تتطلقي. راجل تاني منين بس؟ طالما مفيش كده يبقى لازم تصبري يا خديجه، لازم تهدي شويه عشان خاطر بنتك، ما تكسريش بخاطرها، هي ملهاش ذنب. اذا كان جوزك ما عملش حسابها اعملي انت. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا يوسف؟ ايه المفاجأة الجميلة دي؟ كان نفسي اجي في ظروف احسن من كده. الحمد لله على كل شيء، زيارتك غالية عليا والله. اتفضلي يا دكتورة. ميرسي. طيب هعمل لك قهوة بدل اللي بردت بقى. اتفضلي يا حبيبتي. خدوا بالكم من خديجة. واخدين بالنا والله، بس هي الصدمة كانت عليها شديدة شوية. الحمد لله ربنا صبرها. الحمد لله. حضرتك مش ناوية ترضي عني بقى ولا ايه؟ استغفر الله، مين قالك ان انا مش راضي عنك؟ احنا اللي بنطلب رضاك يا حضرة الداعية. العفو يا دكتورة، انا قصدي اعتراضك على موضوعي مع نسمة. انت تعرف نسمة من قد ايه؟ مش مهم الزمن، المهم عرفتها ازاي. طبعا انا مش هغلبك في الكلام ابدا يا يوسف، اللي اقصده ان انت ما تعرفش نسمة زيي. نسمة عنيدة، انت كمان عنيد، ده باين قوي من محاضراتك وحتى جوه بيتك. عشان كده انا وجهه نظري ان انتوا لازم تصبروا شويه، تاخدوا قراركم باقتناع عشان ما ترجعوش بعد كده تندموا. حسن ده بقى ابن البكر. ونعم الابن. بس ايه بقى؟ علم، فهم، قدره على الاقناع، ده غير بقى انه غيور على الدين ومش ممكن ينزل لي كلمه ابدا. هنزل لك كلمة ازاي يا مولانا؟ ده انت كلمتك سيف على رقبتي.
الله يخليك، الله يخليك يا حسن يا ابني. إن كلمتك هي كلمة الحق، ومن لا يتبع الحق يضل. هو ده الكلام، وهم دول الرجالة اللي اتقعدنا معاهم يا مولانا. بيتكلم وعارف هو بيقول إيه، سمته من سمات العلماء، مش خنوع المتهتكين بالحب والعياذ بالله. خلونا بقى في موضوعنا عشان ما نضيعش وقت الناس. تحت أمركم وأمر مولانا طبعا. الجماعة دول يا حسن من أفاضل الناس، عندهم حمية وغيرة على الشريعة والدين زيه وزيك بالظبط. الحمد لله يا مولانا. تعرف طبعا اللوثة التي أصابت عقل يوسف؟ عارف طبعا. لا يخفى عليك الحرب المعلنة بين الجماعة وبينه. أنا سمعت طرطيش كلام كده يا مولانا. احنا قلنا بقى لا يفل الحديد إلا الحديد، مين بقى اللي يعرف دخانيق يوسف وخباياه غيرك؟ بس يا مولانا انت عارف موقفي الحرج، دخل بنتي. وانا بقول لك الشمو، وانا بقول لك هات سيرته خالص. انت حسن دلوقتي بقيت نجم كبير قوي، انت بقيت نجم اكبر منه، لك مريدينك ولك معجبينك، كل كام حلقه كده ارمي عليه كام جمله تسفهه، ولا بيقول اشارات يفهمه. لو انا افهمك برضه ابو علي. ومن هنا ورايح انت هتبقى فوق العين والراس، لا يقترب منك احد. لك الحمايه، وان شاء الله عن المستقبل القريب لك الخير كله. طيب استاذن يا مولانا عشان اتاخرت. لا تستاذن ايه يا ابو علي، الحاجه تزعل، العشاء جاهز. تعوض مره ثانيه ان شاء الله. تعوض ازاي بس؟ خليك طيب يا سيدي. لا 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 لو دي تيجي اقول لك ابو علي مبروك الجواز. الله يبارك فيك يا مولانا. وقعت واقف يا ولا، طالع الشيخ بتاعك. ايش جاب لي جاب يا مولانا؟ السلام عليكم. بينا اتصال يا شيخ حسن. ان شاء الله خير. مع الف سلام. مع السلامة. نورته. بقى الواد صبي وصبيك. يعلم عليك يا نونو قدام العزبة كلها. هو هيروح مني فين ابن الواطي؟ الواد افترى، افترى. ده شغال في كل حاجة أنا بشتغل فيها. مش بس كده، ده بيورد للسوبر ماركت المشهوره، وبعد ما كانوا بيخافوا ياخدوا منه اي حاجه دلوقتي بياخدوا كل حاجه وعلى عينك يا تاجر. ما هو علم عليك انت كمان. لا يا نونو بس مش بالطريقه اللي علم عليك، ما تخلي الطبيعه مصوره يا نونو. ده العزبه كلها بتحكى وتتحكى على كفه اللي كان نازل عليك مطره ترن ترن. يا راجل ده صوت الكف لسه في ودني، ده حتى الحرز لسه موجود اهو. صوت الكف لسه في ودنك، روح للدكتور اتعالج يا اخويا. في ايه يا صلاح؟ هو انا جاي اشرب معاك نفسين اروق دماغي، ولا هتعيد تربيتي من تاني؟ اسيبك وامشي يا عم واقوم. مش القصد يا نونو، مش القصد. وبعدين انت عارف يعني خدنا على اخوانا. والنعمه انا ما قصدي يا نونو، انا محروق منه زيك واكتر كمان. ده الواد كان بيجي يقف قدامي زي الفار، يرتعش كده زي الفار. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ انا مش عارف. هو ابن اللي ايه ما عارف يروح للي يحميه. يا سلام يا اخويا، احنا عوايل، ما نروح احنا كمان. خلاص يا صلاح، جرس المروح ضرب يعني تشطيب، ده بقى راجلهم يا صلاح. يعني هو اللي خلقهم ما خلقش غيرهم. يعني هنروح على اخر الزمن يا صلاح ندور على حد يحمينا. كل وقت وله اذان يا نونو، واللي تغلبه الحبه. ولا انت عايز يجي يوم اللي نشتغل فيه صبيان عند ابن ام عليش يا نونو؟ خد مني يا كفته عبيله واديله. بص قدامك منك ليها، العين فلقت الحجر. يوه يا اخويا، بشبش علينا حبتين طالما ربنا فتحها عليك كده. الله هو اكبر، وزود لنا اليومين. اخوك ايه بس اسم المعلم عليش؟ هو انتوا ما بتقولوش معلم غير للزفت النونو؟ زود لنا انت يا اخويا اليوميه، وهنقول لك يا سيدي المعلمين كمان. ولا يا بيت اليوميه هنا اكتر ولا عند النونو؟ هنا اكتر طبعا. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان هو نونو. عليش. ايه يا نحله؟ في ايه؟ لما تحب تعد فلوسي بعدها جوه. العيال دي ضربه برشام ممعميه، وما تضمنش شيطان يوزهم، حد يطرك ويغزك عشان الفلوس. اصحى بقى يا عليش. انت عندك حق برضك يا نحله، انا ساعات بتغابى كده. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا شيخ منعم. اهلا، اتفضل. الاخ عبد الرحمن صاحبي كده. يبقى صاحبي انا كمان. الاخ عبد الرحمن من اكتر الاخوه التزاما. ربنا يخليكم لبعض. هات كراسي يا نحله. هات تشربوا ايه؟ لا ولا اي حاجه. صح، برضه لازم تشربوا حاجه. جايين نشرب يا عليش. تشكر. شكرا. انا عاوزك في موضوع مهم. امر مان. الناس عاوزين منك نسبه من شغلك. نسبه قد ايه يعني؟ انت وظروفك بقى.
يعني كل ما كنت كريم معاهم كانوا اكثر كرما، كل الاغراض نبيله. يعني نبيله دي تبقى مين يا منعم؟ تتغباش يا عليش. ماشي ماشي يا منعم، وبقى سلم لنا والنبي على شيوخنا الاجلاء، ربنا يخليكوا لينا يا منعم. طيب احنا هنقوم بقى عشان نلحق نصلي العصر، ما تيجوا تصلوا معانا؟ لا اصل انا هأم بيهم هنا. ربنا يفتح عليك. الله يخليك. السلام عليكم. مع الف سلامه، مع الف سلامه. شفت اللي حصل؟ شفت وفهمت. وايه رايك يا نحل؟ مع ان لا كلامي ولا كلامك هيودوا يجيبوا مع الناس دي، بس اللي عملته صح. انا كنت خايف احسن تتغابى وتقول لهم مش دافع. لا مش الدرجات دي، بس انا برضو هشتغل ليا ولا هشتغل ليهم. اصحى يا عليش، لولا الناس دي كان زمان نونو خلص عليك. نور الله، ما كنتش علمت عن نونو. موت واعرف بس البت نعمه عملت ايه لما عرفت. لازم تقف جنب جوزك يا نعمه، ما ينفعش كده. اقف جنبه في ايه؟ في الخيبه؟ ده انا فضيحتي بقت بجلاجل، ده انا لما بمشي معاه في العزبه العيال الصغيره بتزفنها بالعمل في عليش. يعني ايه؟ هتفضلي سايبه بيتك؟ لما يبقى ياخد حقه بقى، وهو انا متجوزه فيه غير شويه فلوس وسمعه ومعلمه، وهي السمعه والمعلمه راحت والفلوس كمان تغور من وشه. الله، ما ينفعش كده، دي مش عمايل بنات الاصول يا نعمه. اصول؟ احنا مالنا مال الاصول؟ جرايه يا نعمه. جرايه انت يابا، انت طول كلام افلام ولا ايه؟ مش ده اللي انت خليتني اتجوزه عشان الفقراء ملهمش في الاصول ولا نسيت؟ طب استهدي بالله واغزي الشيطان وارجعي ما تجوزك. لما يبقى ياخد حقه بقى وعليك خير. يا فرحة قلبك فيا يا عليش، يا شمتك فيا انا وراجلي، كنت فاكره معلم لما طلع نونو. انت عايز نعمل لك ايه يا نونو؟ الله، البنت مجروحه بتقول انك نزلت من نظرها. عيب الكلمه دي، ده انت حمايه. مش انا اللي بقول يا نونو، هي اللي بتقول. انا ان كان عليا قلت لها بدل المره ألف لازم تقف جنبك في خيبتك. خيبته ايه؟ انت هتستعبط يا حمايه. اقصد يعني في خناقتك مع الواد اللي ما يتسمى ده اللي في الشخلين على اخر الزمن. يعني رضيك نسوان التلاتة تزفني وتقول للبت الجديدة أنا طارتك في أول ملف؟ أنت حر مع نسوانك يا نونو، أنا مالي؟ الله، اللي تقول عليك كلمة أقطع لسانها. عدك العيب، يبقى المرة اللي تغلط تاخد فوق دماغها يا عم الحاج. راح يا نونو، أمك في العشة ولا طاري؟ يلا يا دي يا ابني الواطي وابني البلقة من هنا. اقعد يا عم، أنت هتعمل عقلك بعقل العيال. الله، دي البت عندها حق بقى. أنا بجد مش مصدقة نفسي، كل يوم حادثة جديدة، مرة حريقة ومرة عمارة بتقع ومرة قطر، إيه الحكومة دي؟ وهي مالها الحكومة؟ هي القطيع القطر ولا هي اللي هدت العمارة؟ الفاروق بيقول لو تعثرت دابة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ لا معلش بقى، أنا شايفة بصراحة إن الناس مستنيين غلطة للحكومة دي، ما تدوهم فرصة يا جماعة، البلد بايظة بقالها سنين، هيعملوا إيه؟ هيحضروا العفريت ولا معاهم مصباح علاء الدين؟ لا كده ولا كده يا خديجة، بس على الأقل نحس إن هما بيساعدونا، بيمدولنا إيديهم، ساعتها بجد نبقى نعذرهم. وهو مين مديهم فرصة؟ إذا كان يوسف اللي اسمه يوسف اللي هو المفروض وسطي وبقى بيهاجمهم، وأنا يعني شفت منهم حاجة عدلة قلت لأ، ولا هو اللي ما يطبلش ما يعجبش. هو أنتوا هتقعدوا تقولوا كلام صعب كده طول ما إحنا بناكل؟ بابا وحشني قوي. إن شاء الله يرجع حبيبي قريب. هي الأيام الحلوة بتبعد بعيد ليه كده؟ وليه مادام عارفين إنها هتروح منحسش بيها في وقتها؟ نخلي شوية حاجات فاضية تنكد علينا. لما حسن خرج قعد ساعتين ما كلمنيش في التليفون، لما يرجع هاتك يا خنان، قال اتكلم بصوت حنان في التلفزيون. طب ما يتكلم يا خديجة. لما يرجع تكشير ولو يبوس وخصم يومين. لو كنت أعرف إن الأيام دي مش هترجع تاني، لو كنت أعرف إنها أيام ما فيهاش لا خيانة ولا غدر ولا جرح، كنت عشتها بجد. فينك الأيام دلوقتي؟ فينك يا حسن؟ لما يرجع مستقبل زي ما أنت عايز، واقعد النهار بطول ما تكلمنيش في التليفون، وانا والله مش هزعلك.
فاكر الصور دي؟ لا خلاص نسيتها زي ما نسيتها. انا عرفت النهارده انت ليه بدعتي. ذكيه انت قوي ولماحه غريبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحفله الرائعه دي؟ الحفله اللي رائعه ولا نسمه هي اللي رائعه؟ لا والله الحفله كانت هايله ونسمه كمان زادتها بريق. كانت نيله في حظنا الهباب. تعال اسمع يا اللي في بالي. منال. محمود. انت طالق. هو اتغير 180 درجة الفترة اللي فاتت. كل الناس اتغيرت وبتتغير. كلنا عايزين دكاترة نفسيين. هو لأن محمود مش فنان فصعب عليه قوي يفهم يعني إيه عزف ومزيكا بالنسبة لمنال. بس كان فجأة قوي هو بيقول كده قصادنا. ما عملش أي اعتبار إن هو كده بيجرح. هو بصراحة طول عمره عصبي وعنيد، بس عمره ما كان غبي كده. بتنزلي يميني عشان حفلة؟ الحفلة دي تذاكرها متباعة من أكتر من شهر، أنت أكيد اتجننت. اتلمي بدل ما مد إيدي عليكي. ما أنت عملت اللي أوحش من مد الإيد، طلقتني قدام الناس. ناس؟ ناس مين دول يا مناس؟ صاحبتك البجحم وعين فارغة واللي جايبة معاها الشيخ المراهق لغاية عندها، بتسمي دول ناس؟ أنا مش قادرة أصدق. بقى أنت الراجل اللي أنا حبيته واتجوزته؟ إزاي اتغيرت كده؟ إزاي اتغيرت كده؟ بقيت أحسن وأقرب لربنا. ربنا اللي انت نسيتيه مع صاحبتك دي واللي كل يوم رايحه جايه معاها في المدعوه اللي اسمها اوبرا. واضح ان مفيش فايده في الكلام معاك. انا اللي بقولك ان مفيش فايده معاك انت. الدين بيقول انك ما تستحقيش تعيشي معايا. دين؟ اي دين؟
الله يا يوسف، ايه الجمال ده؟ عجبك بجد؟ ده مش عجبني، ده جنني. بس انا واحده بتاعت ثوره ونضال، مش متعوده على الدلع والرفاهيه دي. شويه ثوره على شويه رفاهيه تخلي الدنيا احلى برضه. وكمان زي ما لاقي عليك الثوره، الجمال والرقه دول لاقيين على المزيكا والشعر والحب. انا مش قد كلامك يا يوسف. انت قد ونص. بحبك. احلى كلمه سمعتها في حياتي. مش هتقولي للدكتوره بقى ترد عني؟ مش المهم بنتها راضيه عنك؟ يعني ايه رمى عليها يمين الطلاق قدامكم؟ تصوري؟ اما قليل الاصل صحيح. بس بصراحه انا رايي ان هي السبب، هي اللي فضلت تتنازل لحد ما هو صدق ان هو بجد احسن منها وان هو عنده الحق ان هو يقرر مصيرها. معلش يا حبيبتي، ما هي برضه ضعيفه، ولادها مخليينها كده. يا سلم، هي ضعيفه عشان ولادها وهو ولاده بيعملوا معاه ايه؟ بيخلوه اقوى واقسى؟ ربنا خلق الانثى كده، البني ادمين وحتى الحيوانات. شوفي القطه ممكن تعمل ايه لو حد قرب من ولادها. انا بصراحه مش مقتنعه بالكلام ده، المجتمع هو اللي خلى الانثى كده. الست لازم تبقى أرق، الست لازم تبقى أحن، الست لازم هي اللي تضحي، الست هي اللي قلبها كبير. لا، مش ربنا هو اللي خلقها كده، المجتمع الذكوري اللي احنا عايشين فيه هو اللي خلاها كده. خلينا في منال، عملت ايه؟ محمود أخدها ومشي. وحضرتك بقى رحتي تتعشي مع سي يوسف. نسيتيني أهم حاجة في الموضوع. ايه؟ ايه رأيك؟ هدية يوسف. ايه مناسبتها؟ الحب مناسبتها، وبعدين ما الراجل لازم يهادي الست. دلوقتي بقى في راجل وست، وما راح فين بقى المجتمع الذكوري يا ست نسمة؟ بحبك. وانا كمان. روح اشوفك مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخواتي. بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وهادي الضالين، وبعد الحمد والثناء على سيرة الصحابة الأولين، هنبتدي حلقة الليلة واللي بعنوان من هو المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جميل. المسلم قد يفعل أي شيء، لكن يكذب؟ المسلم الحق ما تاخدوش الريح من الشمال إلى اليمين، بل يتمسك بإسلامه وإيمانه تمسك الشجرة بالأرض المزروعة فيها. الناس في الأيام الغريبة اللي احنا فيها دي وبدعاوي عجيبة فاكرين المسلم لازم يكون طيب وغلبان ومتسامح وخلاص. بالبلدي كده فاكرين المسلم الضعيف أقرب إلى الله، مع أن الحديث بيقول في معناه المسلم القوي خير من الضعيف. وهضرب لكم مثال شخص اعرفه يعرفه، كان مثال للمسلم الحق، لكن ايه اللي حصل؟ ربنا ابتلاه، وهقول لكم ازاي. كان داعية مشهور ومعروف وكان ماشي على صحيح الدين، لكن ايه اللي حصل؟ نسي الاسلام بيقول ايه، نسي الصحيح وراح للمكذوب وباع نفسه لبني عمان. بسم الله ما شاء الله. هو ده اللي كنا عايزينه. لازم البيع يبقى له تمن. فلوس جايز، حتة أرض ممكن، بس تعمل إيه يا مسلم لما تكسب الدنيا وتخسر الآخرة؟ وهو ده اللي عمله صاحبنا. هقول لكم إزاي، بس بعد الفاصل إن شاء الله. كده حسن دخل في موضوع شخصي، وده غلط المفروض ما يقعش فيه. هو شخصي يترد عليه، الدنيا تسخن، تبقى خناقه، الاعلانات تزيد يعني. يا اخي بقول لك لازم اعمل. ممنوع تخش احنا على الهوا يا فندم. هدخل يعني. ممنوع تخش احنا على الهوا. يا اخي بقول لك لازم. ايه ده؟ في ايه؟ تخش احنا على الهوا يا فندم. يا اخي بقول لك لازم. ممنوع تخش احنا على الهوا يا فندم. هدخل. لا ارجوك ما تودينيش. هو ايه اللي هتمنعني؟ ارجوك يا فندم ما تودينيش.